بسم الله الرحمن الرحيم. دولة رئيس حكومة مملكة أسبانيا بيدرو سانشيز، دولة رئيس حكومة مملكة بلجيكا ألكسندر دي كرو، السيدات والسادة، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم في زيارتكما إلى مصر. سعيد جدا بوجودكم، أقدر جدا هذه الزيارة، دولة رئيس الوزراء بيدرو ودولة رئيس الوزراء ألكسندر، برحب بكم أهلا وسهلا. أشكركم أيضا على حضوركم، وأشكركم على مواقفكم الحقيقة اللي بسجل بتقدير واحترام اتجاه التطورات اللي بتحدث في قطاع غزة.